على الصعيد الاجتماعي دائما وجد سكان وادي بير الدروج بتبسة أنفسهم في رحلة البحث عن الماء الشروب يوميا منذ مطلع شهر رمضان بسبب جفاف حنفيات منازلهم. سليم دريد والتفاصيل. يخرج الطفل يعقوب كل صباح في رحلة مضنية يبحث من خلالها عن قطرة ماء شروب يبل بها ريقه رفقة عائلته التي تعتمد عليه في إنجاز هذه المهمة الشاقة، حيث وجد نفسه مجبرا على القيام بها دون القدرة على الرفض لأن الأمر يتعلق بأهم عنصر ضروري للحياة. فيعقوب ضحية سياسات التنموية المحلية الفاشلة، يقوم بكل هذا الجهد وهو صائم وفي درجة حرارة لا تقل عن 40. حرام عليه الذر يتلعب وانا نعمر في الماء، وكي نبدا عطشان ما نلقاش واش منين نشرب، تحتم عليا نسقي الماء، راني صايم كي نروح ما نلقاش الماء، ويلزمنا تفكرونا حل بير جيبونا الماء. وليس يعقوب وحده في هذه المنطقة النائية يتعذب، بل سكانها جميعا ودون استثناء يعانون وضعا مزريا بسبب انعدام مصادر للمياه وبقائهم رهينة لهذه البئر الوحيدة، حتى وإن كانوا يعلمون أن ماءها غير نقي ويهددهم بمختلف الأخطار والأوبئة، لكن ما باليد حيلة. أنا صايم الحال سخون وما لقينا فيش نطيب الماكلة، نعجل نسخ البخوش والقش مثلا، مش تحكم القش تعقبش. تشوفوا فينا في رمضان وتعبانين ونشفوا بخمس اطرات وست اطرات، والله رب يكون في عوننا. هذا ما نقول لك، كل هذا يحدث في الوقت الذي ينعم فيه المسؤولون وولاة الامور بمياه معدنية باردة وداخل مكاتب مكيفة بعيدا عن آلام ومعاناة هؤلاء المعذبين في الارض.